ممكن في العاده نخلي لكم الرقم ديال قناه العصر وعلى الواتساب اللي بغى يتواصل معنا، واللي عنده شي حاجه في علم الحيوان بغى يبيعها، وبالنسبه للفلاحه ولا الكسابه اللي بغى يبيع شي حاجه في الاضاحي ولا شي حاجه يدخل عندي الواتساب ويصور لي مقاطع يلوحهم ليا ونحطهم في القناه كيف العاده. وشكرا للجميع وشكرا كاع الناس اللي كيتواصلوا معنا عن طريق الواتساب ولا عن طريق اتصال مباشر، وتحيه تاعي لقناه العصر اللي كتصور عليها وكتفرج فيها. شكرا لكم. تبارك الله، شحال هذا الخير؟ 315 مليون ونص وشي حاجة، 15000. تبارك الله، اللهم بارك. وكي داير السوق؟ السوق مزيان اليوم، السوق بدا يعمر، بدا القضية كتعمر اليوم، السوق زوين. تبارك الله، اللهم بارك يا أخي، شكرا لكم بزاف. الله يحفظكم، الله يسهل امركم. كي داير الاجواء في السوق؟ السوق اخويا عيان. عيان السوق؟ بزاف كاع. وطايح الثمن؟ طايح الثمن. وبالنسبة لهذا الخير؟ واخويا هادي 136. 136 باش تقادش. والسن ديالها؟ راه السن ديالها جامعة. جامعة. فلاح حرام تبارك الله. فيها 200 صبر وصافي، هذا العام راه العام خلى الله وصافي. 200 الحمل فيها. تبارك الله تبارك الله. والرخام مزيان. رقم مزيان، اللي غيشري اللي غيبيع راه صعيب عليه. خاصه على السنان في الحوار اللي قاديه. الصبر وصافي، البالا ب 700. الصبر وصافي، قلت الباقي الفوراج ب 1400. ما تبارك الله الخير موجود. ولو 3 مليون زوينه. هيا الخير موجود تبارك الله. اول سلعه. اللهم بارك، الله يسر امركم، شكرا لكم. مرحبا، راه باعنا حتى في القناه راه كتبان. وعندك شي كلمه قول لنا على السوق، كي جاك السوق اليوم؟ السوق راه هي السوق، واش كاين شي سوق؟ ولكن راه بدا كيعمر وبدا التكسيبه كتدخل. عمر قاضي عيان، اللحم كان ب 1400 رجع 900 ريال. اللحم طاح. والله يصوب وصافي، الله يسهل امركم. الله يعاونكم. الله يعاونكم. الرجال البراني ما يعمر. هذاك الشيء اللي كاين، البراني هو اللي كيقاد الامور، تقول له الرحبه مزوقه. واش الخبز ديال الفيلاج ياكلوا مالي؟ لا. الناس من كادير، الناس من الصحراء. خاص الرحبه تكون مزوقه ياك. يجوا الناس من طنجه، هما اللي كيدوا هذا الشيء. هذاك الشيء اللي كاين، الله يسر امركم وشكرا لكم بزاف، وتحيه من قناه العصر. اثنين. الثمن؟ 36. 36. 36. تبارك الله، السوق طايح ياك؟ ها؟ السوق طايح. حتى الأرض يا عيال. آه ياك. عنده 10000 يعيد. اللي عنده 10000 يعيد. تبارك الله. المنطقة ديال الكسيبة؟ ها؟ المنطقة؟ الحسون ضربوا عرام شهور ليش. تبارك الله. الله يحفظك يا أخي، شكرا لك بزاف. ما درتيش هي الفوطة ديالك. الله يحفظك يا أخي. شحال باش مشاو هذا؟ شحال باش مشاو؟ 100000 باش مشاو خويا. 100000. سلعة كاليسي. تبارك الله. سلعة بو أحمد. تبارك الله. المنطقة؟ المنطقة؟ منطقة جمعة سحيب. جمعة سحيب. عبده. عبده. اه. تبارك الله. ثمن مناسب ياك؟ ثمن مناسب الحمد لله. بارك الله فيك. شي عييد هذا العام شحال؟ حاول يدير 54000 ها هو 41000. واه تبارك الله. ولكن راه غادي يطلع السوق، راه ما غايبقاش بكا. اه لك شي فيا ديال ما غايطلع السوق، ضروري ما يطلع السوق. لازم نشوف اليوم هنا من الغدا ما عرفتش غيبقى. داك الشيء اللي كاين ما عرفتش اش كاين. كي كيجيك السوق اخي؟ السوق الحمد لله مزيان دابا. السوق طايح. السوق شوية في متناول الجميع دابا. الحمد لله كل شيء مزيان. للبيع للشاري. اه للبيع للشاري الحمد لله. وبالنسبة للرحمة عامرة؟ اه شوية حتى كتشوف هذه راه ماشي ما عامرتش هذيك العمارة اللي كانت. داك الشيء اللي كان. هاي عند الأرض بعد كي جاي عند الأرض. شحال الثمن هنا؟ عطاكم 28. كل سنة الحليب. كل سنة الحليب. والمنطقة؟ مازازية وغلا مزيان. مازازية. وكي داير السوق؟ شوية وصافي ياك. متوسط ما طالع ما هابط. ياك. وراه هو كيف ديما كنت يبقى يطلع. والحاج عاطينا شرينا ب 45 كيعطينا فيها 30. ويصاوب معكم الحاج و الحاج عبد الحق. ان شاء الله الله يسر امركم والله يرحم اللي غيداد غنيه. والحاج عبد الحق. ان شاء الله الله يسهل عليكم. شرينا ب 45 كيعطينا فيها 30.
اش جدوز في الاذاعه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كي داير الاجواء في السوق اليوم؟ الاجواء ديال السوق راه باقا دايزه مع الحاله ديال الوباء. السوق باقي شويه ناعس. شويه بينو. وبالنسبه للوجه على وجه السوق على وجه فالغلب على وجهها. هذاك الشيء اللي كاين راه بنادم اصلا باقي متخوف من هذا الشيء. وكاين اللي باقي ما دخلش للسوق. مازال. باقا الناس ما بخبارات السوق راه عامر كاع. هذاك الشيء اللي كاين اللي كيخاف يجي كيقول راه السوق باقي خاوي راه باقي ما كاين والو. باقي خاوي باقي خاوي السوق. باقي ولكن المهم راه كاين الكسيبه وكاين اللي بغى يتقدى. الماكسي ديال السوق دابا كاين 44 42. هذاك الشيء اللي كاين راه السوق طايح وكسيبه زوينه وعالفه. والفلاح راه مهلي وكساب حتى هو مهلي. الله يحفظك. الحمد لله هذاك الشيء نتمناو للجميع. والثمن مناسب وكاين الخير كامل. هذاك الشيء اللي كاين راه كل شيء غيعيد كل شيء هنا تيقول لك راه كسيبه موجوده. ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيكم شكرا لكم. 34 جمله. في الرادي. هي هذه. اش دايرين في السن؟ سمال الحليب. المرقد. ولا سعيد؟ من هنا سوالف. تبارك الله. واش داير السوق؟ ما شاء الله البركه. ياك شويه شويه وصافي. خمسة أشهر بعدا راه بنادم شويه الوقت أزيد. داك الشيء اللي كاين بنادم واقف في الحركة عندنا. ما صعب عندو ناكلو بعضياتنا. شحال هذا؟ وهذا حال انا عجبك خير موجود تبارك الله. خير موجود خير موجود خير هذاك العام خير موجود. هذا اثنين. شحال الثمن هنا؟ ما عرفتش انا. نجاز النجاح حنا بعنا ب 12000. هادي تبعت ب 12000؟ هنا ب 12. تبارك الله كيف كيجيك الصوت؟ السوق مزيان طايح طالح عادي. الحمد لله كل شيء بخير. كل شيء مزيان ياك. الحمد لله الله يحفظك. الله يحفظك يا اخي شكرا لك بزاف. السلام عليكم. السوق كي داير الاجواء في السوق؟ مزيان الحمد لله بارك الله يجعل البركه. وبالنسبه للبيع والشراء واش كاين شي بيع كاين شي شراء؟ شويه هكا شي بين وبينك. الحركه عيانه. الحركه عيانه هكا شي بين وبينك. المواطن مخلوع ياك؟ نعم زي قلت لك المواطن مخلوع يجي للسوق. مخلوع راه خايف لا يبعد. جواد شويه بذاك راه عنده يبيع شويه. لا الله يحفظك. شحال الثمن هنا؟ شحال الثمن؟ الله يهلاك. 12 كل شيء ولاد العام. ولاد العام. كاينة الثنية. بارك الله فيك. بالنسبة للنعاش هذا لقيته كيتباعوا. كيتباعوا النعاش في الراس. هذه هي لقيته. الله يحفظك اخي شكرا بارك الله فيك. بارك الله شكرا لك اخي. الله يحفظك بارك الله فيك. شحال الثمن؟ شحال الثمن؟ مليون و70. مليون و70؟ تبارك الله. وهذا اللي هنا بجوج نفس الثمن. بجوج تبارك الله. وي سيدي هذا وي طالياني تبارك الله. تبارك الله مليح تبارك الله مليح. مليون و70. مليون و70 داك الشيء اللي قال لنا الاخ. شحال الثمن هنا؟ 160 190 تبارك الله. اش داير في السن؟ سن الحليب تبارك الله. رومي كروازي بارك الله فيك شكرا لك. تبارك الله. شحال هاد الخير؟ شحال؟ مليون و80. تبارك الله. واش من سلالة؟ ولا 90 منطقة؟ هذا بلدي. رومي. الله يحفظك أخي بارك الله فيك. شحال الثمن؟
مليون و 30 واش داير السن؟ سنة الحي مليون و 30 الله يحفظك اخي شكرا بزاف واه مصطفى زيد زيد شحال الثمن هنا؟ شاف كي داير بخير هاني كي داير صحيحه شد غبور مع الوقت وصافي راه كلشي غابر ماشي حنا انتم راه غابرين مليون و10 مليون و10 وهذا اللي من هنا؟ هذا 72 مليون 172 وي تفهموا في الشارع ما كيضيعوا ما كاينش شارع هاد المره ما صبرناش الرومين اصبر راه غادي يعطيو قالوا راه غيعطيو لنا عطونا والو المهم هذه حرمه هذا السيد والله الا حرمك من الربيع هذا جي القزاره القزاره بيو عيني ياك بيو تبارك الله تبارك الله خير موجود بارك الله فيك شكرا لك انت بزاف ما عندكمش الثمن هذا قريبا الفرنك 500 درهم ياك